رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في مدارسة هذه المتون التي صنفها أهل العلم، إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتدارس حول متن من هذه المتون المهمة، وهو بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الدروس المهمة لعامة الأمة، وقد جمع فيه ابن باز رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المعاصرين، جمع فيه 18 درسا. وهذه الدروس فيها دروس في العقيدة، وبعضها في الأخلاق، وبعضها في الوضوء والصلاة، وآخر الدروس تطرق فيها أو فيه تطرق في آخر درس لصلاة الجنازة أو لكيفية التغسيل والتكفين إلى آخره، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الدرس الأول سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هذا الدرس الأول باختصار جدا، يعني أنت واجب عليك تتعلم سورة الفاتحة، لأن العلماء كما في القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه أنت ما واجب عليك تتوضأ الآن، ما واجب عليك، لكن إذا أذن العشاء ودار تصلي بعد ده وجب عليك شنو؟ تتوضأ، وإلا ما بتتم العبادة إلا بهذا الأمر، فيجب عليك أن تقوم به. الفاتحة أنت يجب عليك أن تصلي، ولا تستطيع أن تصلي الصلاة الصحيحة المقبولة إلا إذا حفظت شنو؟ الفاتحة، شكي لا بد تحفظها، لا بد تحفظها. طيب، والفاتحة تبدأ بالحمد، وبعض العلماء قال تبدأ بالبسملة، الفاتحة تبدأ بالحمد، وبعضهم قال تبدأ بالبسملة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما في تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة، وقد جاءت فيها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج يعني غير تمام، حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها ما جاء في سنن النسائي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، وهذا الحديث في سنن النسائي وفي صحيح مسلم، وهذا لفظ النسائي، قال: فسمعا صوتا من السماء، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم لم يفتح قط، فنزل منه ملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، بفاتحة الكتاب وبأواخر سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. كي زول يحرص على هذه السورة العظيمة. بل جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تازي بتصلي في ناس بيقولوا كر جارين بس، وقال لك الله بخاطبك سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، عشان كي ما تجر خاصة في الفاتحة أقرأ آية آية الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر السورة. طيب، وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، وطبعا ده ما على سبيل الحصر والتعيين، لكن انت شنو تحاول تحفظ يعني سورة الزلزلة للناس سور يعني بسيطة في العدد، وهي قصيرة في الآيات، وهي قصيرة ليست بالسور، ليست من السور الطوال. فالزول يحفظ سورة الزلزلة وغيرها من الصور، يعني ما شرط تعيينا إلا سورة شنو الزلزلة. لكن هذه السورة العظيمة وهي سورة الزلزلة وما بعدها من السور كسورة العاديات وبعدها سورة القارعة إلى آخره من الصور، هذه السور الذي يتأملها يجد فيها المواعظ العظيمة، وهكذا جميع جزء عما ويتكلم عن الآخرة وعن التوحيد وعن الشرك إلى آخره، وعن مفاصلة أهل الكفر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون، هذه الكذب لا أعبد ما تعبدون. واحد من المركز العام بتاع أنصار السنة قال اسمه شاعر الدعوة، قال لغبه شاعر الدعوة، دعوة ذاته سووا لها شاعر، شاعر الدعوة قال قدموه في مسجد كيشة في رفاع، قال قال له قام قاعد يتكلم، أنا ورقت برا سامعه بيتكلم، قال الرسول ما قال لأبي لهب ولا لأبي جهل يا كافر، قال ما قال لهم كذي، والله قال له قل يا أيها شنو الكافرون، عديه الكذي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. وشفت الناس ذيل المميعين مع أهل الشرك تلقاهم مع أهل التوحيد عندهم شدة، يعني مع بعض دعاة التوحيد تلقاهم عندهم شدة. ليه؟ لأنه كشفوا شيوخ في ضلالهم وفي انحرافاتهم، والسودان ده مبتلى ابتلاء عظيم، عشان كده زول المستقيم في بلدنا دي ده زول راجل عديل كده، والله عشان أبقى معاكم واضح، الزول المستقيم في البلد دي ده راجل وزول موفق، لأن السودان ده ابتلي بطوائف الصوفية تغلغلوا فيه، علموا الناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى، دعاء الأموات، استغاثة بالغائبين، الشيخ بيرد الضالة، الحجبات، دي حجبات جابوها ليس قبل الدرس، قال بتاع الطلق، قال والله قال بتاع الطلق دي، هسه دي ابتدى حلاها طلقة، يعني الناس يصنعوا في النووي وفي الذرة وفي شنو ما بعرف الذري وغنابل، ونحن ناسنا هذيل يرسموا في النجوم، كفار ما عندهم النجوم في بلدهم ما في نجوم، يرسموا في النجوم ورق ذات أوهم الأمة، والله النجمة دي وبلاوي وحجبات ومصايب كل عمائل بتاعت لخبطة، قال دي بتاعت طلق، قال الرسول نزل على القرآن صلى الله عليه وسلم، الصحابي زي كعبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر ابن عبد الله، الحرب جاءت بظهره مسك ببطنه، من ظهره مسك ببطنه، قال فزت ورب الكعبة إني لأجد ريح الجنة، فقال الذي رماه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أزلم وقت طوال، قال زول طعنه قال فزت، معناه شغلتهم دي شنو شغلتهم دي دريب ده نجيط، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة
في المعارك يقتلون، باقي لك الرسول ما حريص عليهم صلى الله عليه وسلم؟ ما حريص عليهم؟ حريص يا أخي، ما لبسوا حجبات ليه؟ لأنه ما من الدين أصلا، بل كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كسروا له السنين تحت رباعيته، وشج رأسه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم. ما لبس القرآن حجبات ولا 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 إلى آخره. ونجوم، قال نجوم، قال يا أخي مصائب ما أنزل الله بها من سلطان وبلاوي. الصوفية نشروا الشرك، جو أنصار السنة واجهون في البداية، مشوا كويس في البداية، واجهون بيدعون بالشباك، جو الأخوان المسلمين عاملين فيها ظريفين، وقف في النص، قالوا ديل شاطحين وديل ناطحين زي عصام أحمد البشير جنبكم بيجاي، قال لا نريدها صوفية شطحاء ولا سلفية نطحاء. ها دائرة من غير قرون انت دائرة كيف انت؟ قال ناس ده شغالين باركوة جودية بين الشرك والتوحيد، دار يلموا بيناتهم أهل الشرك وأهل التوحيد، جماعة الإخوان المسلمين خدعوا الأمة برضو بشعارات ولخبطة باسم الدين كلها لخبطة. أنصار السنة اتأثروا بيدين، خشوا في السياسة لخبطوا الشغل. لما شيخنا الكبير الهدية قال والله أنا بحب البراي وشعره فيه شعر جيد، قال السيدي ما لخبطه، الله قال لك تحب البراي، قال لك تحب البراي وتحب دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، ناس مدايحون يا أخي ملانا شرك. أنا والله قفلت التلفون لكن والله إلا أفتح الليل، مصائب شرك بالله سبحانه وتعالى وبلاوي. في ناس متعاطفين يقول لك الموضوع ده انتم مالكم بتكرروا كثير، بنكرر الان الشرك شغال. هسي قبل جيت بمغابر احمد شرفي، كم قبه يا اخي في المغابر دي، مغابر برابس، تمشي ابحراز ما تعرف مغابر ولا ذات حي بتاع ناس، وض قاعده صح ولا ما صح؟ انتم بغادي ذات جنبكم هسي بفركه ولا منو سووا له برضه واحد هناك جنب جنب الكوداب ومصر. ها أبشم له ذاك، أبشم له منورين كذي مالو لابس شمله منورين ليه مالو كذي؟ قال أبشم له مصائب والله ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك الكلام ده انتم بتفتروا عليهم، هذه أصوات، هذه عديل، زول بيقول لك الشيخ بيدي الجنة، وإن جات مصيبة نادي الشيخ، شركيات بالله سبحانه وتعالى. قال إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. كان جات مصيبة في البلد نادي الولي إسماعيل، قال إسماعيل قبة وقعت ذاته، قبة وقعت ما قدر يرفع، وبغادي غفيره ضبحوه ما قدر يحميه، ده بس ينادو كيف ذاته، ينادو كيف يا أخي؟ نادي الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، ظالم. فالآيات دي الصور دي، الصور دي فيها مفاصلة لأهل الشرك، وفيها بيان للتوحيد وبيان للآخرة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. عديل كذي، لكم دينكم ولي شنو دين. طيب أسمع ذا، وأصوات جميلة الله الدالون. انت بتتفق مع ديل؟ نادي اسماعيل في الشدائد وقصائد لخبطة ساعة، اسمع ديل قصائد لخبطة ساعة ما مفهومة ذاته وحداته. السيدة دين دخل بالفاء دخل بالكاف ولا شنو دخل بالياء، طلع كي ما هو الفجل ما هو البامبي. السيدة دين فيه بامبي وفجل، ده دين يا جماعة؟ ده دين يدان لله تعالى به؟ وكلها مصائب كلها والله قاعدة هنا، دي كلها كباشي كم أدى ولد قاعدة هنا، كلها تسجيلات
همس بالليل بسمع فيها وراخ الصوت، قلت هذا الجيران ما يقولوا الزول ده قلب بيسمع الشغله دي، راخ الصوت الحيطه بيناتنا قاعدين مرات في الحوش الجماعه مصايب. طيب، فسوره الزلزله قال الله تعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها. متى بتتزلزل الارض؟ يوم القيامه. الجبال بتتدكى، والجبال هي التي ثبت الله بها الارض والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. ولما تتدكى الجبال معناها الارض ثاني شنو؟ ما بتثبت، ما بتثبت، فتتحرك الارض وتضطرب وتبدل. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيقف العباد حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين. يقفون بين يدي الله تعالى، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة شنو؟ فردا. وهكذا بقية السور. فالمهم أنت تحفظ الفاتحة دي، واجب عليك تحفظها. باقي السور اللي بتتم بالصلاة حاول احفظ، ما شرط إلا من الزلزلة للناس، لكن هو ذكر الكلام تخفيفا على الناس يعني، وإلا أنت ممكن تحفظ، وقدر ما تحفظ من القرآن ده خير لك. للحديث الذي في الترمذي وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني واصعد، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تخيل أنت تحفظ سبع آيات، الله يرفعك سبحانه وتعالى سبع درجات. تحفظ زي سورة الحاقة دي 52 آية، احفظ ال 52 آية، الله يرفعك سبحانه وتعالى 52 درجة، مش أجر عظيم؟ هسه عليك الله الناس بدل في المواصلات يتلفتوا في بالقزاز ويعاينوا ويعاينوا للبنات، وفي البيت التلفزيونات بدل يضيعوا زمنهم. لو الزول نزل المصحف مقروء في موبايله ما صعب، وينزل صوتي يسمع ويحفظ، او بيسمع القران كثير لما نحفظه، شوف الاجر العظيم اللي بيلقاه يوم القيامه. الانسان يحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: الى الناس، الى سوره الناس، تلقينا، تلقينا، يلقنوك وتسمع وتصحيحا، تقرا القراءه الصحيحه. وخاصة الدعاة إلى الله تعالى: أسمع القرآن كثير، ما ممكن أنا أجي أعمل نصيحة وزول مستمع صاحب بدع صاحب ضلال يكون حافظ القرآن أكثر منك ويقول لي الآية لا أنت قريتها غلط والصح كذا. ما بنقول عليك ذنب، لكن اجتهد، اجتهد، نزل المصحف، أسمع، أسمع كثير، أسمع القرآن كثير وأحفظ، سوي لنفسك ورد من الحفظ. إن شاء الله تبدأ بين الصفحة كل يوم، من تحفظ المصحف يكون في صدرك، في صدرك ده خير كثير. وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، كما أنت تقرأ التفسير تقرأ في التفسير، والآن في تفسير صوتي لابن عثيمين رحمه الله تعالى موجود، تفسير ده مفيد جدا، ونجيب تفسير السعدي في البيت، وتفسير ابن كثير يكون محقق فيه بيان الاحاديث الضعيفه من الصحيحه اللي بيوردها في التفسير، وتجتهد في كتب العقيده والى اخره، وتعرف الاخطاء، مواضع الاخطاء، فتجتنب هذه الاخطاء. وتفسير البغوي برضه تفسير معروف، وتفسير ابن جرير الطبري. طيب، قال ده الدرس الأول، فأنت تحفظ الفاتحة وتحفظ الصور اللي بتصلي بها في الصلاة، ما شرط صورة بعينها يعني صورة كذا وكذا، لكن ده ضرب لك كأمثلة من سورة الزلزلة إلى سورة شنو؟ الناس. الإنسان يحفظ ويجتهد.